زمن الأنام سيطر على إحساس البشر، زمن الأنام ورد صور صدر صور، زمن الأنام سيطر على إحساس البشر، زمن الأنام لا تضيع أيام الخدر ويصعب عليك تعوم يا آخر العنقود، يصعب عليك تعوم يا آخر العنقود، ويصعب عليك تعوم يا آخر يا معودين انتوا ايش فيكم هالشكل؟ ليش ما تصلون على النبي؟ احنا كبرنا، ما احنا قد المهاوش الحين. لا 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 تلوموا يا ابو فيصل، انا كنت تعبان اصلا قبل ما يجي، شرفنا ابو حمد بزيارته. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يغربل الشباب ومشاكلهم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. عليكم السلام. ما في داعي تفحص يا ولدي، ما في داعي تفحص، انا عارف وش مرضي. احنا مضطرين نستضيفه عندنا الليله بالمستشفى. ايش حق المستشفى؟ انا شايف الحمد لله بخير وعافيه
وما كل العافية ما في شيء. فحوصات بس ناخذ عليه فحوصات يصير خير إن شاء الله. أنا بروح وياكم من المستشفى بعد أشوف خلعون. لا لا يا أبو فيصل لا. خلك مع أبو حمد. وأنا وعدك يا أبو حمد إذا قمت بالسلامة أتفرغ الموضوع على أولاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله ما يستاهل أبو عادل. تبي الصجعد يا أبو حمد؟ ترى أنت كنت جاسي عليه وايد. أنا كنت جاسي عليه يا أبو فيصل؟ إيه؟ أنا صاحب حق ما قلت شيء، والصراحة أنا خايف على ولدي. يا صاحب حق صاحب حق ذبحتنا. أنت تدري أن الريال مريض وتعبان وعنده القلب تروح تشحنه على ولده؟ يا يب أنا ما قلت شيء، قلت الحقيقة. ولده ضايع. لا تنسى أن ولدي وولدك يماشون ولده. شوف يا أبو فيصل، كل واحد يمشي في هالدرب وما يتحمل المسؤولية أنا أعتبره ضايع ولازم أمنع ولدي. أها، يعني معنى كلامك أن كل واحد يهتم بولده عدل؟ أها، عيل ليش دوم تلوم وليد على طول على هالشكل ليش؟ يا أبو فيصل الله يهديك، وليد عنده كل المغريات اللي تشغل عقول عيالنا، سيارة وفلوس وحرية زايدة عن اللزوم. ريحي بالك يا أمي أكيد راح يرد. وين أريح بالي؟ أنا أعرف أبوك، أعرف أبوك، أنا خايفة يقوم يثور بوجه الريال ويقول له كلمة تصدمه ويصير الريال مصدوم. يمه لا تنسين أبو عادل مريض وأبوه يقدر شيء هذا. أنا أعرف أبوك، أعرف أبوك إنسان عصبي وما يوزن كلامه أبدا ليعصب. أنا راح أريحك الحين يا خالتي. خليك يا بنيتي بس شلون يعني؟ راح اتصل بالوالد واطمنك عليه. ما في داعي لعجلة، والله الحافظ. لكن هذا الوالد يا استاذ حمد كل هذا من وداد، من يوم ما تزوجها وهو حالته حاله. حاولت ما اخليه يحس بالفراغ، حطيت كل عواطفي واحاسيسي. راح تستمرين بعطائك له. صدقني يا استاذ حمد احس انها مصيبه للوالد. لتكون سالفه غيرتها منك. عندي احساس غريب، احس انها طمعانه فيه، واخوها مصيبه ثانيه. يوسف اشتغل مع عادل بالمؤسسه، واكيد راسم على المؤسسه مثل ما اختي راسمة على الوالد. اذا يا حمد المفروض ان نحن نراقبهم. وشلون نراقبهم واحنا غراب عنهم؟ يمه ابوي قول امل روحت. يا حليلها راحت هي وسعاد وحمد معاهم بعد. حمد؟ ايه. وابوك الله يهدأ راح عند ابو عادل ولما الحين مايا. قامت لك امل اتصلت في بيتهم قالت لها الشغاله انه وابوك ودوه المستشفى. قامت مسكينه راحت بسرعه. ايه ولدك خايف عليها قام تبعها. ايه ومعاهم سعاد، لان سعاد هي اللي طلبت من حمد انه يسوق السياره. ايه ليش انت شفيك؟ لا ما فيني شيء، لا تحاتين. ايه بس يا ولدي انا حات اخوك طلال لما الحين ما رد، واليوم طالع من المستشفى لا وراسه يعوره بعد. لو راسه يعوره صدق كم راح حق وليد. ها مثل ما توقعت يا ابو عادل، انت مصاب بفشل كلوي بسيط ومحتاج لبعض عمليات تنقيه الدم. عمليات تنقيه؟ لا هي الكلمة أكبر من حجمها. عملية تنقيه الدم هو تنظيفه من الشوائب المتعلقة. أفهم من كلامك يا دكتور إن الكليتين مصابين؟ بصراحة يا أبو عادل إحنا ما نقدر نثبت هذا الشيء من التحاليل الأولية، لكن اللي أريده منك يا أبو عادل إنك تطمن وما تخاف. المستشفى عندنا مجهزة بأحدث الأجهزة، وعندنا أطباء كفاء والحمد لله، وعندنا جناح خاص للكلى. لا يا دكتور أنا أقول نسافر للخارج أضمن. اللي موجود بالخارج موجود عندنا وأطبائنا كفاء والحمد لله. الحمد لله على السلامة عمي. الله يسلمك يا بنتي. الحمد لله على السلامة أبو عادل. الله يسلمك يا ولدي.
أنا مثل ما قالوا لي إنك مدرس تربية، وإن ولدي وليد من ضمن تلاميذك. صحيح يا عمي. كل اللي أبغاه منك إنك تهتم فيه وتعتبره مثل أخوك طلال. من غير ما توصي يا عمي. أبين في حاجة مهمة جدا. أباك تبلغ تحياتي للوالد وتعتذر لي منه، لأن الوالد سمعته طيبة ومشهود له بالاستقامة وقلبه على هالجيل. خلونا بحالنا. يبا تحب أظل عندك ولا تي عندي بالبيت؟ لا خليني هنا يا ونبوت. بس اللي أبغاه منك أنك تهتمي بأخوك وليد وتخليه يجيني يشوف. أنا طالع فوق. يلا استاذن يا أبو عادل. شكرا يا ابني على هالزيارة. يبا ما خليك لها، انت لازم تيجي معاي. أمل، أمل وسع صدرك. أمل حبيبتي هدي أعصابك. يا ولدي يا حمد، أبيك تدير بالك منها وتنتبه لها. وانت يا بنتي يا سعاد، اعتبريها مثل أختك. ولا يهمك يا عمي، انت عارف معزتها عندي زين. أعتقد الحين طمنتي على أبوك، ماكو داعي لتبشيره. ما تطمن إلا لما أكون عنده. مرت أبوك ما هتقصر وياها. أنا قلت لك يا أستاذ حمد، أرتاح للعالم كله إلا هي. صعب الواحد فينا يكون وحيد وهو بين أهله وجماعته. هذا اللي يسمونه الأسرة المفككة. بس أنا عارفة إنكم متفقين على كل شيء والآية الحمد. المال، المال يا أستاذ حمد، المال هو سبب ضياعنا. الوالدة الله يرحمها كانت تعرف شلون تجمعنا بحبها. ليش ما تزوج عادل؟ أكيد لو يتزوج راح يغير شوي من الوضع. عادل، عادل ما يفكر إلا بالسوق. وليش ما تتزوج؟ أنت أكبر منه. أنا؟ أيوة أنت. نسيت يا سعاد إن حمد ضد الزواج؟ لا لا لا، مو كذي يا أمل. كل واحد يتمنى ان يكون له اسره واولاد. بس بدينا نتهرب. مو تهرب يا سعاد، بس انا انتظر فرصه طيبه وان شاء الله قريبه. ايش رايك لو انطب بالحوض هذا؟ الحوض؟ هاي مال الاطفال.
حوض اطفال هاي وين نسبح فيه؟ حق اليهال. اكبر. الله. يوسف السماء بتنزل علي وين؟ طالع بعيدة يا وليد. ايش بلاك انت؟ خايف؟ لا يوسف، يوسف البحر بياكلني. لا الموج يناديني يوسف، يناديني جاي. وليد تعال يا وليد. من الاخو هذا يا ويانا يا انا وليد وليد انا الوشوش انا اللي عندي كل شيء انا ومن بعد الطوفان يلا عسيره يلا طلعوا تبيني اسكن عند وداد انت عيرتيني معك على العموم ارتاحي انا ما رايح اتركك تحت رحمة وداد من اذا لم تطلع من البيت ما لقيتك في البيت وانا مو عاد ربعي شو اسوي طلعت شوف لك ربع غير طلال وائل ويكفي مشاكل مع اهاليهم جماعه انتم حيرتوني معاكم انا ما ادري اصدق اهلهم ولا اصدقهم هم هاي تخبرت هاي تخبرت تكلم اختك بهالطريقة عيونك شوية حمراء تعرف كنا على البحر اليوم وكان الجو مغبر كان عليك تاخذ راحتك اللي مثلك الحين المفروض يكون بالفراش طيب اقعد شفيك واقف ما ادري ايش فيها امل ودي اشوفها مره واحده تضحك خايف على الوالد اختي موجوده وهي غصب عليها تقوم بواجب زوجها قل لي انت عرفت عن مرض الوالد مرضه بسيط بس لو يهتم بصحته شوي الظاهر ما عندك خبر انا بقول لك كل شيء وابيك تكون بخدمته انت تشرف عليه بنفسك صدقني يا وليد أنا خايفة عليك ماني مرتاحة حق يوسف ولا حتى حق وداد يعني من وين جاتنا هالعائلة الكريمة أبي أعرف وين كان كل هالمدة هذه الحين أنت ما قابلت بوعادل إن كان لازم تعرف منه وين كان ولده يا بنت الحلال مو قلت لك بوعادل انقلوه المستشفى بعد ما تناجر ويا أبو حمد ما حد وداه المستشفى غيرك أنت سبب علته بعدين معاك أنت إيش هالنجرة هذه ما تسكتين أنت
شوي شوي، الولد يبي ينام يبي يرتاح، لا تزعجينه. حبيبي كان صار له سنة ونص. اي زين زين وايد عليك، قومي 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 روحي هاتي له شيء يغطي قومي. وانت الحين ناوي تخلينا وين مهني؟ قلت لك قومي روحي بي شيء يغطي. ابو فيصل الحين انت ما تشوفني ثجيله؟ قوم انت اخف مني. شوفي يا عاد بتقومين تروحين تجيبين شيء تغطينا ولا برفس هذا رفسه اخليك تكود هني؟ ما عليه صبر، خلي يطلع واقول له عن فعايلك كلها. قلت لكم ما ادري، خلوني بروحي، انا ماني قادر اسمع اي كلمه ثانيه بعد. انا خلاص مليت مليت، خلوني بروحي، انا مليت ما اقدر اسمع اي كلمه ثانيه. أكيد كثرنا عليه الأسئلة. أنا اللي غايضني وباط شبدي إنه ما رد على أي سؤال. الظاهر إن نحن ضايقناه كثير. كان المفروض ناخذه بسياسة يا الوالد. شوي شوي على الولد، مو كلكم عليه، حرام عليكم يا بعد عمري الطلاق. أنا بروح له. حرد، خليه مع نفسه شوية. الظاهر كثرنا عليه الأسئلة. قلبي معاك يا أخوي. لا تزعل. ما بنشوفه بعد اليوم. أحب رافدية. من؟ وليد؟ وليد مسكين مخدوع مثلي مثل وائل. إذا ما كان لا وائل ولا وليد أجل من يكون؟ هذا أرجوك يا أخوي خلني بروحي. ما أقدر أخليك بروحك، أنت ما تدري إيش كثر معزتك وغلاتك عندي. لا، أنت مثل أبوي وسعاد مثل أمي. إحنا كلنا نحبك يا طلال. لا، ما حد فيكم يحبني ولا أنا أحب أي واحد منكم. أنا ما أحبكم ما أحبكم، أنا ما أحبكم أخو عني، ما أحبكم. احترت والله، ما بعرف شو أكتب في صفحة هالولد. ما تسمعيني؟ أوه، اترك عنك هالدفتر، صاير لي ملاحظ دوام وعيالك موظفين. متى بتعرف قيمة الكلمة الحلوة معاهم؟ متى؟ شو اللي صار لك؟ اسمع يا ابو حمد، يا انا يا هالدفتر في البيت. وشو مزعلت منه؟ من يوم ما دخل هذا الدفتر في البيت وانت ابد ما مخلي حد على الكل. لا حول ولا قوة الا بالله، فيك بس يا ابو حمد. يا ابو حمد الدنيا اخذ وعطى، فيها السعادة وفيها الحزن، فيها الحلوة والمرة، كل هذه الأمور ما تقدر تضبطها بدفترك. كل شيء ينضبط يا محمد صدقيني، بس انتي عطيني فرصة. عيل اضبط لي ولدك طلال إذا تقدر، ها؟ من غير ما توصله لدرجة الجنون. يا بنت الحلال، أنا لازم أعرف عنه كل شيء، وين راح في هالوقت هذا كله، لازم اعرفه وش سوى. اخ بسنا من الكلام الزايد هذا. ما يكفي وصلت الريال للمستشفى، الحين ناوي على ولدي. يا يبا، هو ولدي مثل ما هو ولدك، واخاف على مصلحته مثل ما تخافين انت. ايه، علشان كذي خليته يطلع برا البيت. والله ما اخترب الا من دلالك ودلعك. لا، انا ما قادر اتحمل اكثر من كذي، انا بهت لك البيت وراح عنك. على كيفك والله. شو اللي صار فينا؟ هو انا راح اقعد في البيت دقيقه واحده. يا أمي يا حبيبتي،
بصراحة صراحة ما أقدر أتحمل أكثر من كذي. تعوذي من الشيطان وردي فراشك. إي بس عاد أنا غرفتك يا أمي، علشاني إذا كنت أنا عزيزة عندك. إي بس إذا ما غير طريقة معاملته مع طلال فأنا عند وعدي. راح يغير طريقته وأنا وعدك. زين بنشوف هذه المرة. حبيبتي يا أمي. قبل الشيشة أبيك تقول لي إيش اللي جمعك فيهم؟ أي صدفة بالنادي وطلبوا مني أروح وياهم البحر ورحت. إذا عرفت إنك تلعب معاهم لعبة وسخة راح أطير رأسك. فكر باللي قاله إذا كنت تحب نفسك. وعدني إنك راح تكون مع الوالد. إيه وأنا عند وعدي. يا أبيك تكون معاهم بشكل دائم. هاي طيبة. طيب والمحل؟ راح أعوضك، عوض المحل يا فيصل. إيه خلوني أجيب لكم فيلم إنتاج محلي. هاي أنت ناسي إن إحنا بيت الوالد؟ ها؟ انسى الأفلام، روحي بالشيشة، روح. بصراحة أنا ما مرتاح له. لا تخاف. لا تخاف، أنا عادل وأنا تحت أمرك في اللي تبيه. أنت كاتم إصراري يا فيصل، ما أخفي عليك أني قاعد أفكر كل اللي قاعد يصير قدامي، وفي بالي فكرة لو استوت. تبيني أقول لك شنو هي الفكرة؟ قول. أنت تفكر في سعاد بنت أبو حمد. لا تندهش، أنا تربيتك من شدة تعلقي فيها. هاي خايف، خايف لا أخسرها. لأنك دوم مشغول بالسوق. يمكن قدر ظروفي، يمكن هذه ما تحل المشكلة. يا هلا يا هلا. ايه تفضل. يا شكرا. تغيرت التتن؟ هذه تركيبة جديدة من عندي. الله يسترنا من تركيباتك. بتعويضهم عن جميع الحصص اللي تخلفوا عنها. تحب تضيف شيء؟ أستاذ حمد، مو مهم أعتقد أن المدرسة تتعهد بأساتذتها، المهم أنهم يتقبلوا هذه الخدمة. تفضل. شكرا أستاذ. أنا أتعهد وأحب أذكركم أن امتحانات الأبواب، وبعد النجاح إن شاء الله راح تدخلون الجامعة، قلعة كبيرة، عالم مجهول، وبقدر ما تتسلحون بالعلم والمعرفة تسهل عليكم المهمة. خلونا نبدأ الآن. واحنا ما مقصرين من خلال مجالس أولياء الأمور. يمكن، لكن تهاوننا. لا تشط في الموضوع، لما درسنا نظام معمول به واحنا نقوم بتطبيقه. تطبيقه ولا تلقينا بالمعلومات؟ يا أستاذ حمد، احنا عقدنا هذا الاجتماع بناء على طلبك لإنقاذ 3 من طلبتنا حصل لهم حادث وتعطلوا عن الدراسة، واحد منهم أخوك طلال، فأرجو التركيز في هذا الموضوع. طلبت منهم البقاء بعد نهاية الدوام الحصة الإضافية، وطلبت من الأستاذ محسن والأستاذ ناصر يساعدوني بشيء هذا. شيء جميل، وبقية المدرسين بالتناوب.
اسرع اسرع يا وليد اسرع. اي والله يا وليد تكفى انا متضايق وانا بنفجر. كنت طالب منهم ان يظلون بالفصل بعد نهايه الدوام استاذ محمود. على كل حال اهتم باخوك يا استاذ احمد. طلال ووائل ووليد واحد، الثلاثه ثلاثه وما نقدر نقول عنهم واحد. وبعدين شو اللي جمع الثلاثه وصاروا واحد؟ اكيد هدفهم واحد، واتمنى انه يكون سلبي. هاي يوسف. هلا هلا والله شلونك؟ اخبار وشوش؟ بشري وشوش وشوش يا حليلكم. حلو تعجبني. تقف السينما في مقدمة وسائل الاتصال الجماهيري، ولا ينافسها في ذلك سوى التلفزيون حتى وقت قريب، قبل أن ينتشر جهاز جديد بل نسميه ساحر جديد، ألا وهو الفيديو، هذا الجهاز العجيب. والسينما التي حملت المعرفة والفن، حملت أيضا الأفكار والصراعات في المجتمعات المتحضرة وغيرها. نرى أن للفيديو دور أخطر بكثير، وذلك لسهولة حيازته ووجوده في كل بيت. أهم أشرطة الفيديو التي تستحوذ على اهتمام بعض الشباب هي الأشرطة ذات الطابع الجنسي وأشرطة العنف والمغامرات والإجرام والأشرطة العاطفية في المرتبة الأخيرة. وهكذا لا يشاهد بعض الشباب الأشرطة الفيلمية المناسبة لأنهم تائهون ضائعون. وهكذا يمكن أن تكون بعض الأشرطة الفيلمية والسينما سبباً مباشراً في انحراف الشباب عن طريق التقليد. نعم التقليد، تقليد النجوم. فالشاب عادة ما يقلد الممثل في تدخينه، في شربه للخمر، في تعاطيه للمخدرات على الشاشة، وكذلك الفتاة. الفتاة تقلد الممثلة في طريقة لبسها، في طريقة كلامها، في طريقة لقائها مع الحبيب وما يدور بينهم. إن التقليد يؤدي إلى تمجيد الجريمة والمجرمين ومخالفة القوانين. السينما لا تصنع مجرما إلا إذا توفر فيه الاستعداد الإجرامي فعلا. بعض المراهقين يميلون بطبيعتهم إلى العنف والعدوان، وعرض مشاهد الجريمة عليهم لا بد وأن يوقظ نزعاتهم العدوانية. وللمحافظة على تلك الخصلة لا بد أن نشدد الرقابة على الأشرطة المهربة، ولا بد أن نمنع المحرمات من الدخول إلى البلد. خلي لا تجينا. أرجوك أيوة الله يطول بعمرك. خلي أدبه وربي مثل ما رباني أبوي. يبا الحين هو نايم والصباح رباح. ألو يا هلا سعاد، خير؟
لا والله رد متأخر ونام حتى من غير عشاء. كان طبيعي لما رد؟ أنا ما أشوفه طبيعي أصلاً من يوم ما توفت الوالدة. إنزين أشوفك باكرة. ليش ما تيني الحين سعاد؟ ودي أسولف معاك. لا أنا ما أقدر، تعالي أنتي. خلاص أنا جاية. طيب مع السلامة. ها نام؟ نومة أبدية إن شاء الله. لا لا مو هالحين يا مدحت. تشيك ودخل الحساب. شنو هذا؟ أشوف جنة المحبة زايدة. ايوه وانت سويت ويا المراهقين؟ أنا خلاص راح أستلم حسابي موليد وعادل. هذا أكيد عادل ما عاد يستغنى عن الشيشة. شكرا. دراسة مفيدة. السينما والتلفزيون والفيديو سلاح ذو حدين. أتمنى إني ألقي نظرة على نتيجة الدراسة. وليش ما تشاركني يا أستاذ حمد؟ أنا؟ صحيح هو عمرك بالثلاثين لكن ما فيه شيء لو تشاركنا. ما جاوبتنا. أعطوني فرصة للتفكير. ردينا للتفكير. اقترح تخصيص مادة تسمى تذوق السينمائي في جميع مراحل الثانوية. أفضل المغامرات بشكل عام لأنها تشدني. كنت توني خالص من الابتدائية لما رحت للسينما بروحي. أفضل الأفلام العلمية بأسلوب درامي. أفضل الرعب والتجسس. أفضل الأفلام الأجنبية. ودي لو أترك المدرسة وأروح السينما. أفضل مشاهدة الأفلام الحزينة والعاطفية. أطالب بالتجديد على محلات الفيديو. لا تخاف راح يجونك انا متاكد. انا اصلا ماني محتاج لحد. عندي وايد ناس غيرهم قبل يوم معاي بس انا ما اعطيهم وقت. انتبه يا وليد انا ترى ما اقدر استقبل ايا كان بس اذا بغيت انا اعطيك وانت توصل لهم معرفتك. صحيح وانا ما عندي مانع لكن ترى كل شيء بحسابه. وأنا مستعد أدفع عنهم يا يوسف. لا لا أنت تدفع حسابك وحساب طلال ووائل أما الباقي هم يدفعون بنفسهم. أنا آسف يا وليد لكن أنت تعرف أن هالشغلات تكلف وايد. أنا مستعد باللي تبيه يا يوسف. أنا رايح داخل. وأنا وراك.
تعبت الدراسة طلعت؟ لا تعبت من هالعيشة ومن هالبيت. وش فيها بيت؟ تتكلم وفر عني.